السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتعلم كيف ننفي أزمنة اللغة الإنجليزية ككافة أزمنة اللغة الإنجليزية. ماذا نقصد في النفي هي النيجاتيف؟ النيجاتيف هو نضع أداة النفي not. كيف لي وأين لي أن أضع أداة النفي في أزمنة اللغة الإنجليزية؟ هذه التمارين تشمل كافة أزمنة اللغة الإنجليزية المهمة والمستخدمة في كثرة. راح نشوف طريقة نفيها في الجملة الأولى I watch TV. I watch TV هنا الزمن ماذا؟ السبجكت والفيرب هنا الزمن حاضر بسيط. طريقة نفي الزمن الحاضر البسيط في اللغة الإنجليزية هو أن نأتي بدو ونضع بعدها not. I don't watch TV. I don't watch TV. إذا كان I, we, you, they نضع don't. وإذا he و she و it نضع doesn't. طبعا هنا إذا كان الفعل في US في does نحذف الاسم. الجملة نمبر 2 I watch TV. هنا أنا أشاهد التلفاز. طبعا الزمن ماضي بسيط. هنا في الزمن الماضي البسيط نأتي بديد. نأتي I هنا الفعل المساعد didn't وضع بعده أداة النفي not. I didn't watch ونحذف الED. يجب الانتباه بعد ذلك. دائما في الزمن الحاضر البسيط أو الماضي البسيط نرجع الفعل إلى المصدر. إن كان في يوس نحذفه وإن كان في يو إي دي نحذفه وإذا كان تصريف ثاني نرجع للتصريف الأول. ويجب الانتباه إذا كان فعل رئيسي أو فعل مساعد. I am watching TV. هنا الزمن حاضر مستمر. الزمن حاضر مستمر. هنا ما في داعي أتي بدو أو didn't لأنه عندي الفعل المساعد am. هنا الفعل الرئيسي watch فقط أضع not. I'm not watching TV. أنا لا أشاهد التلفاز. الجملة نمبر 4 I was watching TV. هنا الزمن ماضي مستمر. هنا فعل مساعد فعل رئيس. طالما موجود في الجملة فعل مساعد ما في أتي بدو أو does أو didn't. إذن I wasn't. هنا I wasn't watching TV. طبعا هنا الزمن ماضي مستمر. I have watched TV. أنا قد شاهدت التلفاز. هنا الزمن فعل مساعد watched فعل رئيسي. هنا I have watched TV. هنا الزمن حاضر ماذا؟ حاضر تام. Present perfect. هنا لدي فعل مساعد I haven't watched TV. لا أغير الإيدي ولا أحذف إلا فقط ما عدنت أحذف الإيدي. أما في الأزمنة التامة هنا لا أغير شيء في الفعل الرئيسي. 6 I had watched TV. هنا had فعل مساعد watched فعل رئيسي. هنا ماضي تام. نضع فقط مع الفعل المساعد I hadn't watched TV. لا أحذف الإيدي ولا أغير. I hadn't watched TV. لا أغير شيء في الجملة. الجملة I will watch TV. أنا سوف أشاهد. هنا نضع I will not watch TV. أنا سوف لن أشاهد التلفاز. فعل مساعد فعل رئيسي. هنا طبعا مستقبل simple future مستقبل ماذا؟ بسيط. الزمن المستقبل البسيط. هنا له شكل ثاني will تساوي want. فيك تستخدم I won't watch TV. أكرر في الزمن الحاضر البسيط أو الماضي البسيط هنا إذا كان حاضر بسيط وإذا كان ماضي بسيط. هنا يجب الانتباه في الحاضر البسيط نأتي بدو أو doesn't يعني doesn't أو don't. في الماضي البسيط نأتي didn't مع كل الضمائر والفعل الذي يأتي بعدها في الزمن الحاضر أي نجرده من أي إضافة أو إذا كان نرجع للتصريف الأول المصدر بالتصريف الأول. أما باقي الأزمنة حتى لا نغير شيء في الأزمنة فقط نضع not بعد الفعل المساعد. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الملاحظات البسيطة وطريقة نفي الأزمنة كافة في اللغة الإنجليزية. لا تنسوا مشاركة الفيديو لدى الأصدقاء ولا تنسوا أن تضعوا اللايك لأنه مهم وللصفحة ولقناتي على اليوتيوب تيشرت صالح عيسى. سيو جود لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسونا من صالح دعائكم.